هاد القضية ديال التاريخي قالت غير على حساب نتيجة الإياب اللي كانت 0-0 واللي زرعت واحد الشك كبير في نفوس الوداديين وبزاف المغاربة اللي يحملون في قلوبهم ذرة حب لهذا الفريق، لأن كل شيء بدا كيبان ليه سيرتو كو لو نيفو ديال سان داونس بان بأنه شكون واش كيقول لاعب برازيلي فريق برازيلي كذا، هما فعلا فريق كبير، فريق كبير ماشي غير باللاعبين ديالو، حتى بالمؤهلات ديالو بليزارت فرق السيركتور ديالو بالفلوس اللي عنده، ولكن كيبقى الوداد هو الوداد، يعني الوداد يكبر في اليوم الكبير. غادي نقول لي قال الركراكي مازال ما درنا والو، بنفس الحماس وبنفس العمل وبنفس الكفاح ان شاء الله سنجاري مباراه امام فريق حتى هو كبير، فريق اللي سبق وغادي نقولها وشي ناس يقدروا يحوروا الكلام ديالي، سبق واقصى غريم من نفس المنافسه، لا يمكن للمغربي ان يلدغ من الجحر مرتين، يجب ان نعد العده لهذا الاهلي اللي كيقولوا فريق القرن، إذا كان هو فريق القرن نحن وداد الامه وسنلعب ان شاء الله ب لثاني مره على التوالي في الفاينل، ونتمنى تكون لثاني مره على التوالي بوديوم باذن الله تعالى.